اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا مشاهدي ال بي سي اي وال دي سي وين ما كنتوا عم تتابعونا بلبنان او بخارج لبنان. طبعا جماهير الفوتسال معقول تكون وين ما كان وخصوصا مع اكس اكس ال بطوله لبنان لكره الصالات فوتسال يلي عم ننقلها للمره الاولى باكملها، يعني من ريجولر سيزون وصولا الى الفاينل 8 فاينل 4 والفاينل، علما انه كان سبق ونقلنا الفينال فاينل سيريز الموسم الماضي. مباراه اليوم رائعه، انا بقول لكم رح تكون رائعه. ليش؟ لانه عم تجمع فريقي اليو اس جي والاشرفيه، شباب الاشرفيه على ملعب اليو اس جي بالمنصوريه، الملعب التاريخي للفوتسال اللبناني. رح نحكي ليش هالملعب تاريخي وشو حضن من بطولات ودورات، وطبعا رح نكون مع تشكيله الفريقين، الفريق اليو اس جي صاحب الارض بالمركز الرابع، بالمرحله التاسعه عم يتلاقى مع شباب الاشرفيه المركز السابع. الفريقين فينا نقول انه كثير قراب بالمستوى، الفريق اليو اس جي اللي عم نشوفه على الشاشه بالزي الازرق والضيوف بالزي الأحمر والأسود، شباب الأشرفية اللي اليوم لازم يفوزوا بالمباراة لحتى يقدروا يرجعوا يعلوا رصيدهم بعد ما كانوا بدأوا بداية بطيئة هالموسم. واليو اس جي بده يعمل كل شيء عنده لحتى يضمن مركز الفاينل فور على القليلة بمرحلة القلة. إذن الفريقين اليوم مباراتهم الأخيرة بالذهاب، والفريقين لازم يركزوا ويعطوا كل شيء عندهم لحتى يفوزوا بالمباراة. النشيد الوطني. دقيقة أو أقل ممكن تفصلنا عن بداية المباراة يلي رح يقودها الحكمين الدوليين عبد الله غيس وخليل بلهوان مع الكابتن قاسم عز الدين والكابتن ميشيل مانتا من مالية اليو اس جي، ونحن رح ننتقل بعد لحظات لعند زميلي ريان لحتى نشوف رأي المدربين، إن كان طارق رزق من الأشرفية ومارون خوري من اليو اس جي صاحب الأرض. يعني اليوم مباراة رح تكون ولعانة، خصوصا انه هيدا الملعب منه الملعب يلي تعودتوا انه تحضروا فوتسال عليه على عبر شاشة ال بي سي اي. ملعب السد اليوم اخذ بريك، ملعب اليو اس جي هو يعني نسبيا اصغر، فينا نقول يعني السيستم كتير بيتغير تكتيكيا. يعني خلينا ننتقل لعند ريان ونشوف رأي طارق رزق مدرب الأشرفية. إلى جنب طارق رزق، مثل ما قلنا اكيد مدرب فريق الاشرفيه. طارق، يعني اول شيء قلنا قديه بيعني لك هالماتش، يوم الماتش عم يقام على ملعب اليو اس جي، انت قديه بيعني لك خاصه انه عندكم لهلا فوز واحد بالقلي، شو اهميته هالماتش؟ هيدا الجيم الثلاث نقط فيه كثير مهمين، لانه بيثبتوا المنافسه على المركز السادس، خصوصا انه الجيمات اللي وراه بيساهموا انه نقدر نتقدم اكثر ونطمح للخامس والرابع تنقدر نلعب فاينل 8 نتيجته تكون متاحه. من ناحيه تانية هيدي المباراه ما حدا عم يلعب فيها تحد من الاضرار، الفريقين بظن عم يلعبوا للثلاث نقاط، اليو اس جي بهمه يبعد المركز الرابع ونحن بهمنا نامن للسادس نطمح للخامس والرابع، مباراه نديه بامتياز والافضل يربح. ميرسي كوتش. يعني كمان بظل وجود جماهيري جيد بجامعه اليو اس جي، علما انه هلا عم بخوضوا الامتحانات، امتحانات نصف الفصل، يعني كمان منيحه عدد جمهور لا بأس به. على كل حال جي عودونا على جمهور أكبر كمان. خلينا ننتقل لعند ريان مرة جديدة وكوتش مارون خوري، تفضل. كوتش مارون خوري مدرب فريق اليو اس جي، كوتش يعني بعتقد هالمباراة كتير بتعني لك أنه عم تقام للمرة الأولى على أرضكم ونقل تلفزيوني، قديه هالمباراة بتهمكم خاصة أنه أنتم بتكون جربوا تضمنوا المركز الرابع قبل ما تبلش مرحلة الرتور؟ بتهمنا كتير لأنه نحن لهذا القلية تبعونا كتير ناجح، بيكفينا هالمباراة، إذا بنربحها بنكون عملنا القلية مثل ما نحن بدنا، يعني بنكون ربحنا من الكل وخسرنا مع أول ثلاثة، وأكيد كتير بيهمنا، مبسوطين أنه عنا باليو اس جي، وإن شاء الله أهلا وسهلا فيكم وإن شاء الله المباراة تكون حلوة لنا ولهم. ريان، يعني عم نشوف البسمة على وجهها طبعا بما انه هي بمنزلها الثاني جامعة القديس يوسف وكمان لابسة ازرق. على كل حال رح تنطلق المباراة بعد لحظات قليلة مع الكابتن عبد الله غيس يلي كمان رح نحكي عنه بعد لحظات. اذا يو اس جي واشرفية ورح يكون مع التشكيلة الأساسية لكل فريق، محمد أو أحمد غدار على حراسة مرمى اليو اس جي بعد ما كان مصاب المباراة الماضية أو اللي قبلها يلي كنا عم ننقلها لفريق اليو اس جي يلي فاز فيها بفارق كتير كبير
فريق الوجي 8-1 على طرابلس الفيحاء. الرقم 8 لجاد عبد الله انكر فريق الوجي، توني سليم 23، 20 لمحمد هاشم، وسوبر علي ظاهر رقم 9. علي ظاهر يلي لازم كلنا نحضره اليوم شو بده يقدم لجماعته ولفريقه يلي اليوم عم يستضيفه. كمان هجمة أولى لفريق الأشرفية، اطلاعة سريعة حلوة كتير لمين؟ لروجيرينيو، روجيريو فيليو اللاعب البرازيلي بصفوف فريق الأشرفية. بعد ما وصلنا لاسمه لروجيرينيو، يعني تشكيلة أساسية كمان نارية عند فريق الأشرفية، كله على الآفية. خليل عقيقة حارس المرمى يلي عم بيثبت أكثر وأكثر أنه هو الحارس الأساسي لفريقه. كريستيان عيد لاعب كمان كبير صانع الألعاب رقم 4. روجيرينيو 91 البرازيلي، و 33 ابراهيم ديب يلي قدم مباراه رائعه ورائعه جدا. هون كمان فرصه اولى للمباراه وهدف اول، سقوط على ارض الملعب وعلى مرحلتين الحارس خليل. بعد يعني حتى التشكيلات الاساسيه مش عم نقدر انه نقولها، مش عم يخلونا نكفيها. فرص عديده مع انطلاق المباراه، وهون كمان فرصه مره جديده لعلي ظاهر، في مسك من كريستيان عيد والانذار الاول بالمباراه بعد حوالي دقيقه وربع على انطلاق المباراه. يعني الحكم الدولي عبد الله غيث عم بيكون حاسم وحاسم جدا مع بدايه المباراه. اول انذار يعني ليكو قلت لكم هيدي المباراه رائعه مع بدايتها فرص، مع بدايتها بطاقات. شو ناطره او شو رح تخلينا نشوف بعد كم دقيقه؟ خلينا نتابع سوا اول سيت بيس بالمباراه، اول ضربه حره مباشره عن بعد حوالي 13 متر اذا فينا نقول. جاد عبد الله اذا عم يتقدم، جاد عبد الله مباشره على المرمى، والحارس خليل عقيقة باول تصدي بالمباراه وكورنر اولي. اف يعني خليني اذكركم انه بعد ما كفيت التشكيله الاساسيه لفريق الاشرفيه، محمد حمودي اوسكي بيفوت فريق الاشرفيه لعب رقم 14، وكمان كنا عم نحكي عن ابراهيم ديب لاعب فريق الايوبي يلي هو بصفوف فريق الاشرفيه لاعب رقم 33 يلي خاض مباراه رائعه امام فريق الجيش. يعني التشكيله الثانيه لفريق الاشرفيه كان خاض فيها المدرب طارق رزق مباراه امام الجيش. رح افسركم ونرجع نذكركم يعني بعد لحظات شو كان عم بصير بالمباراه ما قبل هيدا اللقاء. لنتابع اذا بارالل هون كمان لروجيرينيو عم بحاول يمر والحكم بيعطي اوت لفريق الاشرفيه. يعني كمان هيدي مباراه مهمه كثير للحكام ان كان عبد الله غيث ولا خليل بلهوان يلي كانوا عم بيخوضوا اختبار حكام نخبه اسيا طبعا بماليزيا الاسبوع الماضي، وكانوا اجتازوا الاختبار البدني والنظري والعملي، وهلا بانتظار انه كمان تسديده وبايدين الحارس احمد غدار الحارس الاساسي لفريق الاشرفيه. وفرصه ثانيه كمان لعلي ظاهر، صوت على ارض الملعب، الحكم ما بيقول في شيء. ابراهيم ديب، لاكاكا، روجيرينيو اللاعب البرازيلي اللي مذكركم لاعب الى جانب نيمار. نعم نيمار منا مغلطين بالاسم، ولكن نيمار اصبح ببرشلونه ونحن محظوظين انه نحضر زميله بلبنان مع فريق الاشرفيه روجيريو فيليو اللاعب يلي بعد ما ناطرين منه اداء افضل ممكن اليوم يكون مثل هيك مباريات عم ياخذ الفريق على عاتقه. اوسكي لورا لعند كريستيان عيد، جمهور اليو اس جي عم بحاول يشجع فريقه وبعد بانتظار الهدف الاول بالمباراه بعد مرور ثلاث دقائق. عم بيقولوا لي هيدا جمهور الاشرفيه ومش جمهور اليو اس جي، يعني كمان احلى واحلى. صاحب الارض رح يستفيد من الارض والضيف رح يستفيد من الجمهور، هون الجمهورين مخلوطين مع بعضهم وهيدي علامه كثير حلوه. علي ظاهر مره جديده، ليكو كم لاعب عم بيراقب علي ظاهر، ليكو كم لاعب عم بيخطي على علي ظاهر، واوسكي عم بمر ومحاوله اولى وانفراد وابراهيم ديب وان تو حلوه كثير. جول جول جول، اوسكي عم يفتتح التسجيل، لاعب رقم 14 عم يفتتح التسجيل بالمباراة ولفريقه ويعطي التقدم للأشرفية 1-0. قلت لكم المباراة رائعة، قلت لكم مباراة طرية، ليكو الوانتو مع إبراهيم ديب يلي أثبت إنه هو بيستحق يكون بالتشكيلة الأساسية، لاعب كبير عطى أسيست وانتو لزميله بالفريق أوسكي محمد حمودي. 1-0 للأشرفية. كمان هون بارالو، وين رايح؟ وين رايح يا محمد هاشم؟
الطابة بمدرجات بأعلى المدرجات، وتبديل أول بالمباراة، خروج صاحب الهدف ودخول حسن رميتي. كمان حسن رميتي بيعمل شغب بصفوف أو بمناطق الدفاعية لفريق اليوس جي. خروج محمد هاشم أيضا ودخول علي سعادة اللاعب الناشئ والمهارة، والكرة بتوصل سهلة بإيدين الحارس أحمد غدار. كنا عم نقول شيء قبل ما ترجع تشتعل المباراة على أمل أنه نتذكره. كنا عم نقول أنه فريق الأشرفية كان خاض مباراة أمام هون روجرينيو عم بتلعب بالدفاعات وكونترا اتاك مرة جديدة. إذا بتلاحظوا يعني سريعة كتير أو سهل كتير أنه توصل من مرمى لمرمى بما أنه شوي أصغر من الملعب العادي. طبعاً بتضل المساحة إنونية، وهون كمان انفراد مرة جديدة وتدخل رائع من أحمد غدار. يعني ملعب الفوتسال 20-40 في يكون 42 في يكون 38، هذا الملعب خلينا نقول أنه أخذ يعني أصغر مسافة إنونية بيقدر أنه يكون تكون قياسات الملعب 38 متر الطول. وطبعا هيدا عامل ممكن يأثر كثير تكتيكيا وبدنيا على الفريقين. على كل حال منتابع كوتش طارق رزق حاطط عينه على الثلاث نقط بهيدي المباراة. ليش؟ بما انه خلى لاعبينه ياخذوا الانذار الثالث يلي بيمنعهم الخوض بمباراة القادمة، يعني اللي هي كانت المباراة السابقة مع فريق الجيش، كان خاض المباراة بتشكيلة بالفريق الرديف وقدر يعمل مباراة رائعة. خلص اللقاء 4-2 لمصلحة الجيش. فرصة جديدة الجي، أكيد ما رح يسكت وبده يرد سريعا على 1-0 تبع أوسكي وتبع الأشرفية. روجرينيو 1-on-1 عم بحاول يمر عن شاد عبد الله، بمر روجرينيو كمان مرة جديدة، فرصة لرميتي وعلي ظاهر، علي سعادة للظاهر لعبد الله، عبد الله عم بنبش على علي ظاهر خطير بمنطقة الجزاء ولكن بترجع الطابة سهلة. يعني كان تكتيك ذكي من كوتش طارق انه يتخلى ويستسلم لفريق الجيش بالمباراة السابقة ويعطي فريقه الانذارات بمباراة اللي سبقت فريق الجيش، هيك بيرجعوا بعودوا بولا انذار وبيقدروا انه يرجعوا بتشكيله كامله اليوم امام فريق الاس جي، واليوم بيقدروا يحصدوا الثلاث نقاط منا بعيده ابدا. واكبر برهان هي النتيجه امامكم على الشاشه بعد 5 دقائق ونص على بدايه المباراه. المباراه اللي بنذكر عم تلعب على ملعب جامعه القديس يوسف بالمنصوريه، واذا بتلاحظوا كميه الزياح يلي على ارض الملعب، يعني ملعب هون عم نشوف البرازيلي روجرينيو اجنبي وبرازيلي فريق الاشرفيه، ملعب يعني بوليفالون، ملعب ممكن يستخدم لعدد كبير من الالعاب ليس فقط الفوتسال انما الهاندبول والفوليبول والتنس والباسكت، يعني شو ما بدك فيه. وهون حلوه فرصه كمان علي ظاهر بلش يخلق شغب بمنطقه جزاء الاشرفيه، وخليل عقيقي حارس المرمى، تركيز عالي لهاللاعب يلي عم يثبت اكثر واكثر عن جدارة. يعني ملاعب بلبنان ممكن انه تستعمل مش بس بلبنان، بلبنان وبالخارج انما خصوصا بلبنان تستعمل لعدد كبير من الالعاب، ولذلك الرؤية بتصير صعبة ان كان على المشاهد ولا على اللاعب انه يقدر يميز بين خط والتاني. الخطوط الكبيرة يلي عم نشوفها على أرضية الملعب. كمان هون فرصة لفريق الجي مقطوعة. روجرينيو عم يتحكم بتمبو المباراة. فريقه بتقدم 1-0. عم يطلب التركيز لزملائه. وكلنا بانتظار هدف التقدم أو توسيع الفريق أو هدف التعادل. كريستيان عيد صاحب الإنذار الوحيد بالمباراة يلي ما تأخر أبدا. عبد الله غيث أنه يرفعها بوجهه. كمان هون كونتر اتاك لكريستيان عيد بيعمل الفيك. كاكا برجع لروجرينيو. روجرينيو 1-on-1 مع ماريو. حسن رميتي بيلعب لعند كاكا مرة جديدة. الدفاع مأخر من الفريقين. 1-2 كاكا. بعده عم يبحثوا على التسديد من مطرح بعيد وليكن غدار. مثل الطيار غدار. سريع
بتصدي للكرة وفرصة مرة جديدة وبترجع عليكو عند مين؟ عند الخطير علي ظاهر، ممكن يمر علي وأجمل من خليل. ممنوع تعطي الطابة لعلي ظاهر، ممنوع تعطي الطابة لعلي ظاهر كيف لكان وهو بمنطقة الخطر عند فريق شباب الأشرفية. ماريو ماتا دينامو اليوزجي لعلي سعادي، لعب مهاري كمان بعد ما بين بهالمباراة. ماريو بيلعب لعند تاني ميل على الويك سايد أندري نادر، أندري نادر وليس أندري ظاهر على عكس ما سميناه بعض الأحيان بالمباراة السابقة وجانا يعني تعليقات إن كان من اللاعب ولا من أصدقائه. أندري نادر اللاعب القديم والرائع بفريق الإيجي اللي خاض معه مباريات وبطولات إن كان بالدرجة الثانية ولا بالدرجة الأولى ولا حتى ببطولة الجامعات. وأندري نادر كمان ما بدنا ننسى أنه هو لاعب منتخب لبنان، يعني بعد ما كان تقدم مستواه بشكل كتير كبير استدعاه مدرب المنتخب الإسباني باكو أراوخو. هون كمان فرصة حلوة كتير للكابتن قاسم عز الدين. يعني يقال أنه بغرف الملابس عند فريق الأشرفية هناك بعض المشاكل على شارة الكابتن، ما بعرف إذا مسميها مشاكل ولكن على كل حال قاسم عز الدين اليوم هو يلي حامل شارة الكابتن. وهون ضغط علي سعادة، علي سعادة مهاري بيلعب لعند أندري نادر داخل المنطقة حلو كتير سقوط مرة جديدة وتلاعب بالنار داخل المنطقة. هون الجمهور عم يطلب عم يطالب بلمسة يد ولكن الحكم الدولي خليل بلهوان ما بيحتسبها. عندما نقول ما بيحتسبها مش معناتها هي كانت مضبوطة ومحتسبها. عم نحكي عن الحكام، كانوا خاضوا الأسبوع الماضي اختبار نخبة حكام آسيا بماليزيا وكانوا اجتازوا إذن الاختبارين أو الاختبارات البدنية النظرية والعملية وبانتظار لجنة المراقبة لحتى تسديده كمان حلو كتير من ماريو ماتا. يعني بانتظار المراقبين من آسيا لحتى يشرفوا إلى لبنان ويحضروا ويراقبوا مباراة رح يقودها الحكمين خليل بلهوان وعبد الله غيث، لذلك رح تكون اليوم مباراة أشبه بمباراة تحضيرية لألون ذهنيا وبدنيا وتقنيا ليتحضروا للاختبار ولينضموا إلى الكابتن الحكم الدولي اللبناني محمد شامي يلي أطلنا الحديث عنه بمباريات سابقة. الحكم يلي قاد مباريات ومباريات عديدة إن كان بآسيا ولا حتى بكأس العالم لكرة القدم للصالة. منتابع إذن بقى هالمباراة 1-0 إذن لفريق الأشرفية، بنذكر بالسكور وبعدها بانتظار برتدي وكمان جول جول باللحظات الأخيرة وبعدها وجول جول جول أوسكي عم بيسجل الهدف الثاني للأشرفية. ليكو الجمهور، ليكو الجمهور كيف عم يولع وليكو الإعادة. رائع رائع الهدف يا أوسكي، رائع الهدف يا أوسكي. عندما بيدخل أوسكي هناك هدف، عندما بيدخل أوسكي على الأكيد في فرصة وفي هدف. 2 أوسكي 0 ليو اس جي والحكم عم يعتبر في خطأ جديد على اليوجي. بلش الضغط يكبر على جامعة القديس يوسف، يعني هون الأشرفية أداء رائع. يعني هون حسب ما عم نسمع الأشرفية عم بتحمس اليوجي، هل هي بطريقة تهكمية ولا عن جد تشجيع؟ على كل حال بنرجع على المباراة واليوجي أكيد ما راح يكون ساكت بكل نجومه ومع المدرب المحنك كوتش طارق رزق. ماريو ماتا لتاني ميل كمان تسديده مرة جديدة روجيرينيو. ليكو الأشرفية كيف عم يلعبوا؟ عم يتلعبوا بالنار ولكن عم ينتظروا المرتدات وخروج رائع لخليل عائقة. فريق الأشرفية عم يلعب على الكاونتر أتاك ولهلا عم ينجح بهذا التكتيك. وأندري نادر عم يتصدى وكمان كاونتر مرة جديدة. قاسم عز الدين عم ينطلق، قاسم عم بمر ولكن الطابة عم ترجع بوسيشن لفريق اليو اس جي. مباراة نارية، مباراة رائعة وخطأ جديد للأشرفية ويا ريت فينا نعرف كم خطأ لكل فريق، يعني كثروا الأخطاء بهذه المباراة. ومنذكركم إنه الخطأ السادس
ومع فوق رح يستفيد الفريق الخصم من ضربة جزاء لكل فريق. خطأين للأشرفية وخطأ لليوجي بعده مش كتار. خلينا نتابع الضربة الحرة المباشرة. أودري نادر عم بيسدد مباشرة ولكن في الحائط. أوسكي يعني هجوما ودفاعا وحضورا كل شيء عم يعمل نجم المباراة لحديت هلا أوسكي. خطأين على الأشرفية وخطأ على الاي اس جي. إذن الطابة بترجع لعند أودري نادر. سكرين ماريو يحاول يلعب على الفار بوست تاني ميلة مقطوعة بعد لهلا ما قدروا يلاقوا الحلول فريق الاي اس جي. ولا تايم اوت طلب لحديت هلا. علي ظاهر عم بيتحضر ليرجع ويعود الى ارض الملعب. علي ظاهر بحاجه له فريق الاي اس جي مع انه المسافات ضيقه وهيك لاعب ممكن يخلق من حيالله شيء يخلق فرصه. قاسم عز الدين وشارت الكابتن يلي اثارت بعض الجدل بصفوف فريق الأشرفية ولكن هيدا الشيء ما أثر أبدا بالعكس. ليكو التركيز ليكو الأداء ليكو الروعة عند فريق الأشرفية. وكمان خطأ الحكم ما بيتأخر إنه يحتسبه. طبعا هيدا الخطأ لا يحتسب بالأخطاء التراكمية. هيدا فاول مع اندايركت فريكك ضربة حرة غير مباشرة بما إنه اللاعب ما ارتكب خطأ يعني في كونتاكت مع اللاعب الخصم إنما لعب بطريقة متهورة. أوه مسروق الكرة وكمان ميشيل والكابتن وفرصة وتصدي وخطأ والحكم ما بقول في شيء. يعني مباراة ما بعرف كيف مرقوا هال 11 دقيقة ونص صراحة على السريع. عندما بتكون المباراة سريعة ورائعة ومليئة بالفرص والإثارة لكن الوقت بيكون عم بمر بشكل سريع. بعدنا بالشوط الاول اذا والفايز من المباراه كثير رح يكون مبسوط لانه فسرنا باول مباراه قد ايه مهمه لهدول الفريقين يلي كثير قراب بالمستوى. كمان بعده مصرين على نفس السيستم فريق اليو اس جي وكونتر اتاك لجيريس ابو انطون السريع. جيريس عم يحصل على الخطا. الحكم بيترك اللعب ماشي وبيعطي اتاحه الفرصه ادفانتج ولكن الخطأ رح يرجع يحتسب عندما توقف الطابة. تسديدة مطرح كتير بعيد. اسمعوا صفارية الحكم. ليكو الحكم كيف رح يرجع يعطي الخطأ ويحتسب الخطأ لدى حكم الطاولة أو حكم الطاولة حكم الثالث بالمباراة نبيل ظاهر إلى جانب حسين ديب مراقب المباراة. وهون غدار يعني تصدي رائع من غدار. لهلا الحارس ما بيتحمل مسؤوليه ولا هدف لحديت هلا احمد غدار حارس مرمى فريق اليو اس جي. جيريس بو انطون لاعب الايزاك جامعه ال اوه علي ظاهر كمان وان تو ميشيل ماتا جول. فرصه حلوه كثير كانت هالفرصه يعني عم بضيعوا عليهم اليو اس جي فرص ممكن انه يندموا عليها مع انتهاء اللقاء. جيريس ابو انطون كنا عم نقول انه لاعب سريع وكنا ايضا عم نقول انه هو لاعب جامعه الروح القدس الكاثوليك حاملة اللقب ببطوله الجامعات. كمان مقطوع الطابه جد عبد الله عم ينبش على الظاهر لعند اندري نادر. اندري نادر اوه خطره كثير وخليل رائع يا خليل. يعني ان كان اذا كان اوسكي نجم الهجوم بفريق الاشرفيه ما فينا الا ما نقول خليل عقيه هو نجم الدفاع خصوصا على حراسة المرمى. فريق الـ USG يوم بعد ما بين عن حقيقته بظل وجود الجمهور الرائع. كمان مقطوعة يعني تكتيك ناجح علامة كاملة 10 على 10 للكوتش طارق رزق يلي مرجع دفاعاته إلى الخلف ناطر إنه يسرق الطابة ويروح على الكاونتر. طابة اوت لمصلحة اليو اس جي. كمان سات اوفنس مرة جديدة ليكو هال المسافات الضيقة وصعوبة الاختراق عندما بيكون الملعب اصغر ببعض الامتار يعني متر واحد كثير بأثر على الفوتسال. علي ظاهر عم بحاول يمر ولكن خليل عقيق بالمرصاد. ضغط عالي كريستيان عيد عم بيتلعب بالنار عم بحاول يمر. ابراهيم ديب
ابراهيم ديب احد نجوم مباراة فريق الأشرفية مع الجيش. يعني بهيديك المباراة بين فريق الشباب الأشرفية وبنش فريق الأشرفية قد ممكن يعطوا ويفيدوا كوتش طارق رزق ونالوا الثقة طبعا بعد ما كان خاض المباراة بتشكيلة بالفريق الرديف. روتيشن 1-2 كمان عم بيتلاعبوا بالنار فريق اليوجي اللي بعد ما دخل ابدا بجو المباراة. الفريق الضيف بعد ما دخل بجو المباراة وعلى امل انه يدخل بجو المباراة ليقلص الفارق ويرجع يولع المباراة. كمان روجيرينيو عم بمر روجيرينيو جول 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 جول, جول. أشرفيه عم بسجل هدف الثالث بالمباراة، هدف ثالث 3-0 النتيجة بعد فاصل مهاري. والجمهور ليكو روجيرينيو شو عمل؟ ليكو روجيرينيو وصلها خالصة الطابة خالصة لابراهيم ديب، وابراهيم ديب عم بسجل هدف الثالث لفريق الأشرفية. علامة كاملة 10/10 لفريق الأشرفية. وهون تايم اوت، يعني هالأداء الرائع عم يجبر المدرب مارون خوري انه يطلب التايم اوت وليكو الاحتفالات بصفوف فريق الأشرفية. يعني أداء رائع بأول شوط المباراة، هدفين لأوسكي، هدف لابراهيم ديب 3-0 بعد في 5 دقائق لانتهاء الشوط الأول بالمباراة. خلينا يعني نشوف، يا ريت بننتقل على الفريق الـ USJ لنشوف شو التعليمات عند كوتش مارون. من مين طلع هونيك؟ من علي ورجع بالعرض اندري ورا بوكي. شو بكون طيب؟ ما عم يجي الجول نترك الدفاع يعني خلص يعني نستسلم؟ 3-0 بربع ساعة الجماعة قاعدين ورا. You have to fight تجيبوا الجيم. You have to fight تجيبوا الجيم، ما في يجي يعني توفقوا فيه بالدور تبعونه خلص. جارك زول على الدفاع مش كل طابع مثل عملنا الاجنبي. روق شوي صغير علي، روق شوي صغير مش دغري باس، روق شوي صغير جواب فكر مصيب نتيجه. يلا ديفنس يلا. يعني تعليمات نفسيه ومقابل روح قتاليه عند فريق الأشرفية. يعني كوتش مارون انتبهوا، ليكو الخبرة العالية، شاف انه فريقه ما عم يقدر يسجل اهداف، ولكن الاهم هو انه يعطي معنويات للفريق ويرجع يركز الدفاع لما يتلقى اهداف اخرى، لانه عندما بتتلقى اهداف اخرى رح تفرط المباراة من ايدك. انما 3-0 بعد ما فلت شيء، في عنده خطط وخطط وخطط كوتش مارون لحتى يقدر يرجع يعود بالمباراة، وعنده اللاعبين وعنده كل الامكانيات ليرجع بالمباراة، ولكن اهم شيء هو انه السكور ما يفلت، المباراة ما تفلت اذا فلت الدفاع. عودة اذا لمتابعة اخر قسم من الشوط الاول من المباراة. 4 ثواني لتمشيت الطابة، باراليل توصل لعد ابراهيم ديب يلي عم يلعب على مركز البيفوت، صاحب الهدف الثالث بالمباراة. قاسم عز الدين لعد سليمان عقيل بسدد والطابة تخرج للاوت. 3-0 نتيجة كتير كبيرة لفريق الأشرفية مع بداية هذه المباراة، ولكن ما في شيء التهى. كمان كونتر اتاك، علي سعادة بيلعب لعند تاني ميل لعند محمد الهاشم، محمد الهاشم لورا لعند علي ظاهر، علي لتوني سليم، توني بعدهم عم يعملوا روتيشن 3-1 فريق اليو اس جي، وبعدهم مش عم يقدروا يخترقوا جدار الصلب. كمان من محل كتير بعيد، سهل كتير مش رح تقدر تسجل يا محمد يا هاشم على طبعا خليل عقيقة حارس المتألق لفريق شباب الأشرفية بمثل هيك تسديدة. فريق اليو اس جي يلي قلما منشوفه بهيك أداء وبهيك معنويات، ولكن دايما منشوفه كيف بيرجع إلى المباراة مثل السحر. محمد هاشم لتوني سليم، سليم لسعادة 1-2 مع هاشم. ليكو الدفاع الرائع، ليكو الدفاع الرائع، بيضطر يرجع لعند حارسه أحمد غدار يلي هلأ بطل فيه يلمس الكرة، ممنوع يلمسها مرتين الحارس محمد غدار بمنطقته وبالمنطقة يعني بنصف ملعبه. روتيشن سريعة 1-2 مقطوعة من الظاهر، دفاع رائع، إبراهيم ديب انطلق، إبراهيم ديب انطلق، ترانزيشن ديفنس علي ظاهر مش عم يستردها، علي عم ياخذ المبادرات على عاتقه على عكس ما كان طلب المدرب
مارون خوري بالهاف تايم او بالتايم اوت. سليمان عائل عم بحاول يمر على علي سعاده، تغطيه مميزه لعلي، علي سعاده صاحب المهارات الرائعه اللي بعد ما شفنا شيء منه اليوم على امل انه نشوف. توني سليم، توني للهاشم لعلي سعاده مره جديده، علي الهاشم مره جديده توصل عاد علي ظاهر ممكن يشوف جول اول. اوه فرصه حلوه كثير، فرصه حلوه كثير، ممنوع تتركه ولا ثانيه لعلي ظاهر، ولا ثانيه لرعب رقم 9 بالزي الازرق علي ظاهر، والا رح يباختك ويسجل هدف في مرماك. علي ظاهر صاحب الهاتريك بالمباراه يلي كنتوا شاهدتوها امام طرابلس الفيحاء، طرابلس يلي رجع شط حاله وسجل مباريات ونتائج رائعه عندما فاز 6-1 على الشويفات، وهون فرصه ولكن جول كليرنس لحارس المرمى. 3-0 دقيقتين ونص على انتهاء الشوط الاول، يو اس جي بده يبحث عن هدف تقليص الفارق على القليله ليرجع يعلي معنوياته، كثير مهم الهدف انه يسجلوه قبل نهايه هذا الشوط. علي ظاهر 1-2 كمان علي سعاده مره جديده، علي سعاده بسدد ولكن بعيده، علي يا سعاده وين هالمهارات؟ وين المهارات يلي مخبيها؟ هلا الوقت لتعوزها، هلا الوقت لحتى تدعم فريقك للفوز. الهاشم لسليم، بلش الضغط يزيد على فريق اليو اس جي. ظاهر 4-0 التشكيله او الفورميشن يلي عم يعتمدها كوتش مارون كحل او امكانيه حل هالعقم بتسجيل الاهداف. كمان مقطوعه وفرصه، اوه ما شافه لمساعد، اوه فرصه وخطا، يعني هون توني سليم ما كان شايفه ابدا لو محمد هاشم يلي كان فاضي وخالي امام المرمى. كمان ست بيس توصل لعند الهاشم لتاني ميل لعند الظاهر براوغ ظاهر، و تسديده وتصدي 10 على 10 لمين؟ لخليل عقيقي، كلين شيت بيستحقها مع بدايه هذه المباراه. وكمان علي ظاهر خطير ليكو الدفاع وتسديده مره جديده، و شو عم بيصير؟ و كمان خطيره ولكن الطابه بترجع جول كليرنس. شو هالمباراه؟ شو السكور؟ اطلعوا على الفرص ومدحوا نظركم بهالروعه بهالمباراة. XXL بطولة لبنان لكرة الصالات عم بتكون أروع وأروع مع كل مباراة، وسقوط والحارس والحكم ما بيعتبر في شيء، ما بيحتسب بنالتي على فريق الأشرفية. توني سليم فرص كترت على المرمى بعد التايم أوت. أوسكي سحب الهدفين بهذه المباراة، انطلق أوسكي، انطلق أوسكي، انطلق أوسكي، وو جول، وو ليكو الخطورة، ليكو الروعة، ترجع لعند كريستيان عيد، كريستيان بهدي ريتم المباراة، كريستيان، ليكو كمان بالمقابل بده يعمل فريق بي اس جي ضغط لحتى ما يخلي المباراة تروق، مش لصالحه انه المباراة تروق، كمان كونتر اتاك، كمان فرصة لليو اس جي، كمان فرصة لعلي ظاهر، تشيب شوت ولكن ليك يا علي ظاهر مين في أمامك؟ في حائط أروع اسمه خليل عقيقي ما راح يخليك تسجل بمرمي ولا هدف. علي رميتي عم يرجع على أرض الملعب وفرصة لليو اس جي هالمرة، وخليل عقيقي رائع يا خليل، حراسة مرمى رائعة، ليكو التشتت بالدفاعات، ليكو الرابع جول 4-0 لشباب الأشرفية، صدق أو لا تصدق 4-0 لشباب الأشرفية، اف شو عم بصير؟ هدف رابع والهدف الأول لمين؟ لحسن رميتي البديل، يعني الجمهور، المشاهدين، الطاقم الفني، اللاعبين، الحكام، ما حدا عم بصدق هالنتيجة، مش استخفافا بالأشرفية إنما تعجبا بالأداء المتواضع والمتواضع جدا لأصحاب الأرض فريق اليو اس جي. يعني هون الطابة ما بعرف لمين بعتت، وانتهاء الشوط الأول من المباراة 4-0 النتيجة، 4-0 لفريق اليو اس جي. رح نحاول ناخذ كلمة من كوتش مارون خوري، إذا أعطينا كلمة، إذا كان عنده المعنويات ليعطينا كلمة لايف ومباشرة على الهواء لنشوف شو عم بصير. يعني كوتش مارون دائما عودنا مع الخبرة الرائعة إنه يقدر يضبط أعصابه ويعطينا كلمة، تفضل يا ريان.
كوتش يعني لاحظنا فريق الاشرفيه كان عم بيعتمد اكثر على الهجمات المرتده، كانوا عم بيضغطوا عليكم كثير، عم بيكونوا قريبين على الجول، شو صار معكم باول هاف؟ يمكن اكثر المتفائلين فريق الاشرفيه ما توقعوا تكون النتيجه 4-0. نحن مش مركزين ابدا، مش مركزين، وشفت يعني عندنا اكثر من قشره طبيت نحن والحارس ما قدرنا نجيبهم، وما في تركيز يعني ما بعرف شو المشكله، ما في تركيز يعني بالارتداد ابدا، يعني قالوا 4 هجمات أو 5 هجمات له 4 جوال، سو ما لنا مركزين على الماتش ودفعنا حقه ولفت. شو رح تجربوا تعملوا يعني برايك، بس التركيز هو العامل الاساسي او في شيء غير بالتكتيك يمكن يعني عم نشوف ان اعتمادهم على الهجمات المرتده وعم يدافعوا بطريقه كثير منيحه، يمكن هذا التكتيك رح يكملوا فيه لاخر الجيم. بس مش التكتيك اللي عم يأذينا، شفت اخر جول يعني القطابه حارس تبعولون لعبها نحن ما رجعنا، في قله تركيز. ثانك يو كوتش، جود لك. يعني طبعا هيدي بارت ايضا من التكتيك، عندما كوتش بيلعب خطه معينه وبيتكل على هيك ضربات مرتده. على كل حال رح نروح كمان مع ريان ومره جديده مع مين؟ مع نجم الشوط الاول محمد حمودي اوسكي صاحب الهدفين. بالفعل يعني صار الى جنب اوسكي، يعني انت حطيت هدفين باول هاف، كنت عم بقول لك كوتش مارون يمكن اكثر متفائلين فريق الاشرفيه ما توقع تكون نتيجه 4-0، خاصه اليو اس جي عم بيلعبوا ارض ويمكن معودين على هالملعب اكثر منكم، شو بتعلق على اول هاف؟ نحن متحضرين لهذه الجيم بشكل كتير منيح ومنعرف انه هذه الجيم حاسمة يعني بيننا وبينهم، 3 نقاط كتير مهمين لأمنا بيقدمونا كتير المراكز الأول يعني، ونشكر الكوتش طارق اللي عم يخلينا نتمرن على الجيم اقوى بكتير يعني. انتوا قد ايه قادرين تحافظوا على هيدا الفرق، وقد ايه برايك اليو اس جي رح يقدروا يعملوا كومباك عليكم بالثاني هاف؟ نحن ساعتنا بحالنا عالي يعني، بنعرف انه بنقدر نحافظ اكثر من هيك بكتير يعني، وان شاء الله الجيم تضل لصالحنا. ثانك يو. 4-0 إذن 4 للأشرفية و0 لليو اس جي، وطبعا يلي بيشوف السكور ما بيعكس ابدا مستوى الفريق، فريق اليو اس جي صاحب الارض يلي عم يستضيف الأشرفية على ارضه. خليكم معنا لحتى تحضروا الشوط الثاني، شو مخبلنا فريق اليو اس جي وكوتش مارون ليحاول يرجع بالجيم. دقائق قليلة بنرجع معكم. عودة معكم مشاهدينا لمتابعة الشوط الثاني من مباراة اليو اس جي وشباب الأشرفية. نعم السكور 4-0 لشباب الأشرفية، ونعم المباراة رائعة بغض النظر عن الفريق. رح ننتقل لعند ريان وعند نجم اليو اس جي علي ظهر يلي بعد ما سجل ولا هدف اليوم. علي يعني سؤال واحد انا عندي لك، هذيك المرة على الهاف تايم عملنا معك انترفيو ضد فريق طرابلس، رجعت حطيت هاتريك وربحته 8-1، الفرق انه اليوم انتم خسرانين 4-0 على الهاف تايم، شو رح تجربوا تعملوا وانت قد ايه قادر اليوم ترجع فريقك؟ يعني مثل ما شفتي نحن ارتكبنا 4 اغلاط، وهال4 اغلاط الفريق الثاني سجل فينا 4 جوال. لعبنا هجوم منيح ولكن الحارس تبعهم كمان تفضل كثير جوال النا، وان شاء الله حنجرب نرجع على الماتش قد ما فينا، حنرجع نظبط دفاعنا لانه كان دفاعنا عاطل الاول شوط، والله بدنا نرجع نجيب اهداف. مرسي علي، جود لك. يعني مهمة كتير كبيرة على علي ظهر، وهون عم نشوف كمان فريق الأشرفية شباب الأشرفية اللي عم بيوزع طبعا تيشيرتس للفريق للجمهور من مختلف الأعمار، من الجنسين، من مختلف المناطق أيضا يلي حاضرين بالمنصورية بملعب جامعة القديس يوسف لمتابعة هذه المباراة يلي رح ترجع تنطلق بالشوط الثاني بعد لحظات. انطلقت إذن المباراة من جديد، ولنشوف كل الأعين على فريق جامعة القديس يوسف لحتى نشوف شو بدهم يعملوا إلا يرجعوا بالمباراة. إذن فرصة أولى أندري نادر، كمان دائما يعني الجمهور حاضر لحتى يحمس الفريق ان كان فريق شباب الاشرفيه ولا فريق جامعه القديس يوسف، ولكن هلا الخطوره بالمباراه شو هي؟ الخطوره انه فريق اليو اس جي بده يدفع بكل شيء عنده. اوه خطره كانت من علي ظاهر، خطره من هاللاعب يلي بعد ما شفناه اليوم برصيده اهداف، ولكن في فرص. كنت عم اقول شو الخطوره؟ الخطوره هي من عند فريق اليو اس جي انه يندفع اكثر الى الامام، وبهالشكل بيكون عم بعرض مرمى اكثر للخطر، وايضا ممكن يتلقى اهداف اكثر ويوسع الفريق وتنتهي المباراه. وكمان هون فرصه جديده لعند علي ظهر، ممكن يمر علي والتشتيت من الدفاع وبتوصل عند الكاميرا مان فوق. يعني اليو اس جي عليه انه يسجل، وعليه انه يسجل عبكير لحتى يضمن عودته الى المباراه،
وبحال اندفع كتير للأمام رح تتلقى شباكه أهدافه يتوسع الفريق، وكمان خطورة على فريق الأشرفية يلي هلأ رح يكون بعقله أربع أهداف برصيده، يعني ممكن يعتبر أنه المباراة انتهت، ممكن يسكر بهيدا السكور ويرجع أدائه يتراجع على ال 18 دقيقة و 51 ثانية. أنه يخبرونا شو رح يصير بهيدا الشوط، الشوط الثاني من المباراة، وكمان فرصة لفريق اليو اس جي بالزي الأزرق. ليكو دفاع الأشرفية وين؟ علي ظاهر، علي ظاهر ممنوع يستلم، علي ممنوع يستلم، ليكو الرقابة على علي ظاهر، الحكم بيعتبر الأوت لأشرفية. علي ظاهر يلي شفناه بالانترفيو بده يحاول يعمل ويعطي كل شيء عنده لحتى يرجع فريقه، كمان هون خطا بالترويض وحلو كثير وجول، واو سقوط على ارض الملعب. فرصه اولى بهيدا الشوط لليو اس جي من جوني هليل يلي اول مره بشوفه على ارض، اوه حلو كثير يا اندري يا ظاهر يا نادر، كمان مره جديده عم نغلط بهالعائله، لازم نركز اكثر. اندري نادر لاعب فريق اليو اس جي صاحب التسديدات الصاروخية عم يعمل أول فرصة له بالمباراة، أول فرصة خطيرة، وهون عم نشوف خطأ على روجيرينيو اللاعب البرازيلي، خطأ أول بهيدا الهاف على فريق اليو اس جي. يعني لهلأ شفنا كل الضغط على مناطق الأشرفية، روجيرينيو اللاعب البرازيلي اللي بين بفاصل مهاري أدى للهدف الأول أو الثاني على ما حسب ما بذكر. الحكم عم يطلب تنشيف أرض الملعب ولكن الممسحة شوي بعيدة، وصل طبعا يعني بالفوتسال وكان بالباسكت اللاعب بيعرق وبيعرق كتير، وعندما بيكون ساقط على أرض الملعب تصير الأرضية تزحت، وحفاظا على سلامة اللاعبين الحكم بيطلب تنشيف أرض الملعب. منتابع إذن المباراة، ليكو الضغط لفريق الاس جي ما رح يتراجع بدفاعاته، رح يضغط كل الضغط لحتى يسرق الكرة ويخلي فريق الشباب الأشرفية يرتكب الأخطاء بمناطقه ويستفيد ويسجل. منتابع مع فريق الاس جي، منتابع لنشوف مين رح يقدر يخطف هدف تقليص الفارق إذا وجد، إذا سجل. هليل لعند عبد الله، عبد الله ليكو السكرين، ليكو التسديد مطرح بعيد، ولكن الدفاع وروجيرينيو بكونترا تاك لعند رميتي، انطلق رميتي ولعند مين؟ لعند الحارس سهله، كمان كونترا تاك مره جديده، افشو سريعه هالمباراه. راقبوا لاعبي اليو اس جي، ليكو كيف عم بركبوا السكرينات لبعضهم، كمان علي ظاهر بيسقط على ارض الملعب، علي اليوم عم يلعب لوحده، واو سقوط على الملعب، وروجيرينيو غير راضي على دفاعات فريق الخصم. خطأ جديد على اليو اس جي، يعني أقل غلطة رح تأدي لجول. دقيقتين ونص مروا بسرعة كالعادة. إبراهيم ديب بيلعب لعند مين؟ على الأوت، وكمان تنفس سريعا، كونتر أتاك لليو اس جي. عبد الله عم بنبش على زملائه، جو باك 1 2 بترجع لعند مين؟ لعند الهليل، بده يحاول يسدد، يعني مش رح يخلون ابدا يعملوا شيء غير انه يسدد من مطرح بعيد، ولا تسدد من مطرح بعيد بدك تساعد زملائك او بدك زملائك يساعدوك يركبوا لك سكرين لتقدر تسجل. كمان بالعرض مقطوعه كاونتر، روجيرينيو، روجيرينيو انطلق، روجيرينيو سقط، روجيرينيو عم يحصل على الخطا الثالث لفريق الاي اس جي، وفاول ترابل، فاول ترابل. ليكو روجيرينيو شو عم يعمل بشوارع المنصورية؟ روجيرينيو البرازيلي عم يتجول ويسرق الأخطاء، خطأ تلو الآخر، ثلاث أخطاء على فريق اليو اس جي بهذا الشوط، يعني بعد خطأين رح تزداد المهمة صعوبة. هلأ كل العناصر تلعب لمصلحة شباب الأشرفية، كمان سكرين كريستيان عم بيحاول يلاقي الثغرات صانع الألعاب، روجيرينيو بإجره الشمال، روجيرينيو ليكو سكرين من بوب، روجيرينيو رح يحاول يسدد، مقطوع الكرة بترجع لعند حسن رميتي، آخر لاعب عم يتلعب بالنار وعم يسقط وعم يخطف الخطأ الرابع، والإنذار لمين؟
الإنذار للاعب إنذار جديد لنشوف على كريم سماحة. كمان تسديد مطرح بعيد ووووو على مرحلتين، الحارس والدفاع عم ينقذوا احمد غدار وكريم سماحة. يعني اربع اخطاء على اليو اس جي ما هم رح تزداد صعوبة، ليش؟ لانه بالخطا السادس وطلوع في كمان خطيرة مرة جديدة. اف مثل الشت الفرص من هون ومن هونيك، وكمان فرصة مرة جديدة روجيرينيو يلي غير كل شيء بهذا الشوط. كمان جاد عبد الله عم بحاول يمر على روجيرينيو، بفضل يرجع لورا. الطابة بترجع لعند اندري نادر. اندري ليكو العجقة بصفوف فريق الأشرفية. تسديدة والحكم ما بيعتبر انه الطابة دخلت، يعني من هون مبينة كمان انه ما دخلت، ارتطمت بالعارضة الفوقانية، نزلت على الأرض وخرجت. وهلا كمان بنحاول نشوفها بالإعادة عند ما بتهدأ المباراة. كمان ضغط على روجيرينيو، اليوم عم يعمل كل شيء روجيرينيو. إبراهيم ديب عم بيروض الكرة والطابة بتخرج للأوت، الطابة لفريق الإي إس جي. يعني فرص بالجملة بهيدا الشوط من الفريقين، يعني مش بس بفريق واحد. جاد عبد الله كمان عم يتلاعب والطابة بتخرج لخارج الملعب. هليل جوني يوصل للعد مين لعد كمان فرصة جديدة لكريم سماحة يلي بعد دخوله عمل شغل بصفوف الاسجي. وليكو الضغط، ليكو وين عم بدافعوا جامعة القديس يوسف. كمان الطابة بالعالي لعد حسن رميتي، الطابة يلي بيمتاز فيها وسهل لعد احمد غدار. جوني هليل اندري نادر لعبد الله جاد يعني هون في شيء كمان فاتنا انه ستيفان راعي هو صار حارس مرمى فريق اليو اس جي وليس احمد غدار. يعني على الهاف تايم يبدو انه الكوتش مارون هو يلي بدل حراس المرمى بعد ما كان غير راضي يمكن عن اداء احمد غدار. كمان سقوط على ارض الملعب، الحكم بيعتبر في خطا، خطا جديد على فريق الاشرفيه. خطأين على الأشرفية وأربعة على اليو اس جي، وكلنا بانتظار هدف جديد ممكن يرجع يولع المباراة من جديد. أندري مطالبة بخطأ، الحكم بقول في شيء. جاد عبد الله أندري بارال باس لعد جاد، تسديدة مباشرة ولكن الحارس تغطية رائعة من كريستيان عيد. إبراهيم ديب انطلق، إبراهيم ديب حصل على الخطأ الخامس من اليو اس جي، الخطأ الخامس على اليو اس جي. ليكو الزمور يلي بيعلن عن خمس أخطاء، هيدي بالإعادة عم نشوفها والكوتش فانون خوري غير راضي على قرار الحكم. خمس أخطاء على اليو اس جي، ركزوا معي، حيلا خطأ على اليو اس جي. رح نروح على البنالتي على ضربة الجزاء، 10 أمتار أو أقل. بغمق جراح فريق اليو اس جي هذا الخطا. كمان مقطوعه جاد عبد الله، تغطيه رائعه، كونتر اتاك مقابلها كونتر اتاك ثاني ولكن بترجع الطابه لكريم سماحه. كل الجمهور مترقب هيدي المباراه، ممكن اللاعبين او التلاميذ الجامعه اللي خلصوا امتحاناتهم وخرجوا ليتابعوا الشوط الثاني من المباراه تفاجئوا بالنتيجه وما عم بيصدقوا طبعا انه هيدي نتيجه فريقهم على ارضهم بالمنصوريه، ولكن هيدي الحقيقه وعليهم انه يشدوا الهمة ويشجعوا فريقهم ليرجع يعود الى اجواء المباراة. اندري نادر مقابل ابراهيم ديب، اندري لجاد عبد الله. هل رح نشوف باور بلاي واي متى رح نشوف الباور بلاي؟ الجواب عند كوتش مارون. اذا ضلت النتيجة على حالها، اذا بعد ما سجلوا اهداف ممكن نشوف من الدقيقة العاشرة او من الدقيقة الثامنة قبل ما تخلص المباراة. جاد عبد الله عم بحاول، جاد عبد الله بيعطي زميله ماريو ماتا، ماريو لتاني ميل، اندري، اندري تركب له سكرين، بيرجع لورا عند تسديده. يعني الكل عم يبحث عن اندري نادر وعن ايضا ماريو ماتا
يعطوهم الطابة ويسددوا من بعيد، بما أنه بيمتازوا بالتسديدات الصاروخية من خارج المنطقة. دخول علي سعادة على أرض الملعب. أندري لعلي، أندري مرة جديدة لجاد عبد الله. أندري روتيشن كمان عم بيحاولوا يخلقوا الثغرات بالدفاع، ولكن دفاع ممتاز. جاد عبد الله توصل لعند مين؟ مقطوع الطابة جرجيس باراليل لعند روجيرينيو البطل. وو روجيرينيو تخرج الطابة للاوت. روجيرينيو عم بيطالب، اوه هون مشيت كلامي تراش توك، اذا مش بس بالباسكت بالفوتسال كمان، واذا احتدت بالفوتسال يعني ليكو. هون الحكم كيف سريعا عم يرجع يضبط الاجواء. روجيرينيو واندري نادر تراش توك بين هاللاعبين، الحكم عم بينظرهم شفويا. ليكو بالاعاده هون، تحيه للمخرج جوني ابي راشد اللي استطاع مع الزملاء المصورين انه يلتقطوا لحظه الزروة على تراش توك، وهون تسديده من بعيد للاشرفيه. ماريو ماتا عم شفنا اختراق لهالدفاع، على العكس عم نشوف نفس السيناريو نفس سيناريو الشوط الاول. اندري دخول ميشيل ماتا كابتن فريق اليو اس جي، كمان ماريو ماتا شقيقه لميشيل وكونتر اتاك. هذا السيناريو اللي عم نحكي عنه، سقوط روجيرينيو انطلق، روجيرينيو انطلق. اوه يا ماريو، ماريو ماتا عم ينقذ فريقه. روجيرينيو شو عم تعمل اليوم؟ شو عم تعمل يا روجيرينيو؟ كل شيء عم يعمل روجيرينيو اليوم. قاسم عز الدين بده يسدد، اوه خطيره خطيره الفرصه. قاسم عز الدين اذا دخل كابتن اليو اس جي رح يدخل كابتن الاشرفيه ويرد عليه سريعا معنويا واداء، وهون بالاعاده لحقناها باللحظات الاخيره. 8 دقائق من الاثاره رح نشوفها على ارض الملعب. طبعا بعدهم اليو اس جي عم يبحثوا هون بهالاثناء. شفنا كمان عند الجمهور تراش توك، تراش توك او اكثر شوي. على كل حال عم نتابع المباراه، الهيئه هديت الامور عند الجمهور. وعلي سعاده بيلعب لعند مين؟ مش لعند حدا. كمان كاونتر اتاك لعند اوسكي، بعد الطابه داخل الملعب. اوسكي شغل كبير، اوسكي اوسكي والطابه بتخرج للاوت. الحكم بيعطي جول كليرنس لاوسكي، يعني رائع هاللاعب. هدفين وضغط متواصل على مرمى فريق اليو اس جي. وكمان هون على تاني ميل تسديد لعند مين؟ توصل لعند ميشيل. واو يا ميشيل، ميشيل متى بعد دخوله قدر كمان يزيد فرص فريقه. حمودي اوسكي بسدد ببوز اجره، خطيره وذكيه ومباخته كانت من اوسكي، ولكن بتمر بمحاذاه القائم. وهون الحارس ستيفان راعي، الحارس الثاني لليو اس جي. 4-0 كمان مرة جديدة، 4-0 يلي ما عم تقدر تخرق الدفاع لحديت هلا. علي سعادة، علي برجع لعند مين؟ ليكو سوء الكيمستري اليوم عند فريق اليو اس جي اللي منه بنهاره، يبدو انه منه بنهاره فريق اليو اس جي اليوم. وحيالله فريق بيقدر يمر بهيك، ولكن فريق الأشرفية كريدت كثير كبيرة اليوم، تركيز عالي. نسول 4 أهداف، اطلعوا على الصفر، يعني دفاعات رائعة لفريق الأشرفية. بغض النظر عن كم هدف سجل اليوم وكم هدف قدر يقمص مع الهجمات المرتدة، ليكو 0 أهداف تلقت مرمي. كلين شيت لحارس مرمي خليل عقيقة، شغل كتير كبير للحارس، شغل كتير كبير للدفاع، شغل كتير كبير للمدرب. كمان نفس الروتيشن 4-0، والحكم بيعتبر في خطأ الثالث على الأشرفية. الخطأ الثالث مقابل خطأ خامس، يعني مر حوالي الأربع دقائق واليو اس جي ما يعني ما ارتكب ولا أي خطأ. هون الخبرة طبعا، خبرة عند المدرب وعند اللاعبين إنه يرجع يقدر يحافظ على هالخمس أخطاء ولو عنده فاول ترابل. علي ظاهر لمحمد الهاشم، ميشيل ماتا، ميشيل لخيو ماريو. يوم ماريو كمان مش مركز كثير. ماريو ماتا صاروا طابتين بالخطا، وهون كونتر اتاك ميشيل ماتا على الميلة اليمين بيلعب بالعرض.
والطابة ترجع لعد ميشيل، خطيرة من اليو اس جي، ميشيل عم بحاول يمر مقطوعة، روجرينيو انطلق، روجرينيو انطلق وليكو ليكو ماريو ماتا. إذا ما كان مركز هجوميا مركز بشكل رائع دفاعيا، لاعب رقم 10 بصفوف اليو اس جي ماريو ماتا، دينامو الفريق عنده مهارات دفاعية رائعة. إلي بيطار على أرض الملعب بدل روجرينيو اللي تعب طبعا بعد الأداء. روجرينيو بعده على أرض الملعب، بعده محافظ على مركزه داخل الملعب ولو تعب. جو باك 1 2 تاخر فيها الي بيطار ولكن بيرجع بيستردها باللحظات الاخيره. الي انطلق والتغطيه من فريق الاسجي. علي ظاهر بيلعب لعند مين؟ ترجع بتسترد الكره علي لعند الهاشم، هاشم لماريو، ماريو لميشيل، ماريو مره جديده الاخوين متى، هاشم برد لورا، ماريو بده يسدد من بعيد ولكن يعني بعدنا بانتظار كوتش مارون خوري اي ساعه رح يتدخل لاعب القوه باور بلاير ويخرج حارس المرمى ويهجم بخمس مهاجمين بلا حارس مرمى بما انه ما بقى عنده شيء يخسره. تسع دقائق بلش يمر الوقت على كوتش مارون، يبدو انه رح كمان تسديده اوه خطيره. ماريو ماتا قلت لكم من اللاعبين اللي بيمتازوا بالتسديدات، ماريو ماتا رائع اللاعب ان كان باجره اليسرى ولا اليمنى، الكل بيبحث عن ماريو ليبعث له طابه. اوه كمان هون الطابه كانت باخت الحارس باللحظات الاخيره، ذكيه كثير من روجرينيو يلي ما حدا اشعر روجرينيو اشعر انه الحارس متقدم خطوات زياده عن اللزوم عن مرماه وحاول يلعب اللوب فوق الحارس ستيفان راعي. هيكو التعب على وجه الكابتن ميشيل ماتا يلي كمان هون له دور كتير كبير ليحمل الفريق. الحكم بيعطي بوسيشن لليوجي والتايم اوت، تايم اوت اذا بهالاثناء لكوتش مارون، محاوله اخيره لحتى يرجع المباراه او يرجع فريقه للمباراه. وطبعا هل يعني السؤال الاهم هو هل رح يلعب باور بلاي بهالدقيقه ولا رح يخاطر ويترك الباور بلاي لاخر دقائق المباراه، يعني تلعب المباراه. عاده كوتش مارون بينسى الكوتشينج بورد بالمباراه السابقه عوضها بورقه وقلم، اليوم اذا بنرجع بنشوف كوتش مارون حتى ورقه وقلم ما معه اليوم ويبدو انه الورقه والقلم ما لنا موجوده لتنقذه. اذا روجرينيو عم بيشارك بالتعليمات الى جانب كوتش طارق رزق يعني لافاده فريقه وللتحميس والتشجيع. وهون الجمهور نصه خايب نصه مبسوط ورجع الهدوء خيم على الجمهور. عودة إذن لآخر 8 دقائق ونص للمباراة ويبدو أنه الباور بلاي ما رح تلعب حالياً وكمان تسديدة يعني بعد التايم أوت عم نشوف فرصة سريعة، هل رح يقدروا يسرقوا هدف؟ الكل بانتظار ليجي للعودة وجمهور الأشرفية طبعاً مش بانتظارهم للعودة. روجرينيو يلي اليوم كمان أداء رائع لهاللاعب اللاعب البرازيلي كمان لوب لعند مين؟ تشتيتي يعني بلش فريق الاشرفيه ما يخاطر باللعب، روجرينيو هجوميا ودفاعيا ووين ما كان وبكل روح رياضيه بسلم على علي ظاهر. كمان مره جديده سيت اوفنس، شو غير كوتش مارون بالتكتيك؟ محمد الهاشم يبدو عنده كمان مهمه للتسديد من بعيد الى جانب ماريو يلي عم بحاول يمر ولكن مسكره 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 مسكرة منطقة الأشرفية على الأخير. كمان تسديدة وليكو الدفاعات، روجرينيو بمهارة وبخبرة بينطلق روجرينيو عن ميلة اليمين، روجرينيو عم بمر عن الأول وعن الثاني ولكن الطابة بترجع لحارس مرمى خليل عقيل.
ست اوفيس مره جديد للاشرفيه مقطوعه وخطا وسقوط على ارض الملعب والخطا الرابع على فريق الاشرفيه يلي منه احسن بكثير من اليو اس جي بخمس اخطاء. كمان ماريو لمحمد الهاشم، هاشم للتاني ميل عند سماحه، كريم مقطوعه منه، بلش الوقت يمر على اليو اس جي، سبع دقائق لانتهاء المباراه. علي ظاهر عم بحاول يمر مقطوعة روجيرينيو، ليكو الشغل الدفاعي، ليكو صناعة الألعاب لعند روجيرينيو. كوتش مارون عم يتطلع على الساعة بين ثانية وثانية ليشوف قديه بعد عنده فريقه وقت لحتى يعود بالمباراة، ولكن مش بهالشكل. كمان تلاعب بالدفاعات، حسن رميتي شغل كتير كبير، إليبي طار، خروج للحارس، كمان ممكن يشوف الهدف الخامس وتصدي للحارس وكونتر اتاك لفريق اليو اس جي. تخرج الطابة بخبرة للاوت، بخبره يعني لاعب الاشرفيه على رميتي او حسن رميتي، بخرج الطابه بكل خبره. ليكو هون بالاعاده، كمان بنرجع على ارض الملعب. سماحه ممكن يخسر الطابه باللحظات الاخيره، بردها لعند علي ظاهر المهاري. علي ظاهر اليوم يا علي مش نهارك، اليوم يا علي مش نهار فريقك. الهاشم لماريو، هاشم مرة جديدة، علي ظاهر والحارس مركز كل التركيز. اليوم ما رح تقدروا تسجلوا يا جي على فريق أو على الحارس خليل عقيقي بهيك أداء. ليكو روجيرينيو البرازيلي كيف مر روجيرينيو، سقوط على أرض الملعب، الحكم ما بيحتسب في خطأ وما بيهدي ضربة جزاء للأشرفية. أو هون كمان فرص بالجملة، ست دقايق أقل شوي، وين أهداف اليو اس جي؟ وين الفرص؟ وين الباور بلاي؟ كل هالأسئلة المشاهدين والجمهور عم يطرحوها على فريق جامعة اليو اس جي، على الفريق المضيف يلي عم يستضيف بملعبه المنصورية فريق الأشرفية يلي جاي ومعه جمهور كتير كبير. كمان يو اس جي ريتم بطيء، ما راح يخدمهم ابدا بدقائق المباراه الاخيره. خمس دقائق يعني وقت طويل صحيح، ولكن على 4-0 شوي قليل. الهاشم لعند عبد الله، عبد الله برل لعند الهاشم مره جديده، بعدنا ما عم نشوف فرص والحكم بيعطي كول كليرنس. جول كليرنس لفريق الاشرفيه، ابراهيم ديب احد نجوم المباراه صاحب هدف، اثبت حاله بالمباريات السابقه وعم بثبت حاله كمان اليوم. حسن رميتي لبوب لحسن مره جديده، هل راح نشوف الخامس من الاشرفيه؟ حسن عم بمر، اوه شوارع، اوه كدنا نشوف الهدف الخامس ورصاصة الرحمة على فريق الاي اس جي. يعني ما فيك تفقد تركيزك ولا ثانية بهيدي المباراة. فرص مرة جديدة على الميلة اليمين، وسليمان عائل عم يعمل شغل دفاعي مع دخوله. جاد عبد الله سكرين، جاد بده يحاول كمان يسدد، بس مش على هيك دفاع، طبعا مش على هيك دفاع مركز ورائع. أربعة دقايق و14 ثانية، و4-0 كمان جاد عبد الله. جاد عبد الله عم بمر بيلعب باس بالعرض، يعني مش معقول دائما وقت لاعب من الاي اس جي بيقطع عن لاعب ثاني في تغطيه دائما سريعه، يعني رائعين لاعبي الاشرفيه اليوم. طب بترجع بتخرج للاوت، ولكن الغريب والسؤال اللي طبعا رح نساله لكوتش مارون هو غياب الباور بلاي، ممكن بسبب صغر الملعب، ممكن لاسباب اخرى، رح ننطر لنهايه المباراه لنساله هالسؤال مع ريان.
كمان جاد عبد الله عم بحاول يمر مره جديده جاد، ولكن الدفاعات يعني خلينا نقول هذا الملعب اللي عم نحكي عنه مستضيف العديد والعديد من البطولات، وطبعا اهم بيروت يوني سبورتس فيستيفال يلي بتستضيفه جامعه القديس يوسف. و طبعا الفوتسال هي احدى الالعاب بهذا الفستيفال، وكمان فرصه لفريق اليو اس جي، ولكن كورنر مره جديده 3 دقائق ونص، كمان تسديده وبعيده بعيده جدا الكره. انديو فازت بالنسخه الاولى، ايو ال بالنسخه الثانيه، جامعه من صربيا بالنسخه الثالثه ببيروت يوني سبورتس فستيفال، يو اس جي بالنسخه الرابعه، جامعه طرابلس طبعا طرابلس الليبيه بالنسخه عام 2014، وبال 2015 جامعة القديس او جامعة الروح القدس الكاثوليك هي يلي فازت باخر نسخة بالبيو اف. وهون خطأ جديد والخطأ الخامس ايضا على فريق الاشرفية، 5 أخطاء ب5 أخطاء، والجمهور بعده ناطر، الجمهور بعده ناطر اهداف من الفريقين. طبعا كمان هيدا الملعب استضاف لجو انتر سكولار للمدارس، وايضا الفوتسال استطاعت كوليج ساكريكير جميزه تفوز بالنسخه الاولى، للسيفر ده بالنسخه الثانيه، والراهبات الانطونيات غزير بالنسخه الثالثه والرابعه. كمان فرصه هون فري كيك ديركت على المرمى مقطوعه وتشتيته، والحارس يعني 3 دقائق على انتهاء المباراه، لازم معدل هدف او اكثر من هدف بكل دقيقه ليقدروا يقلصوا الفارق ويعدوا فريق اليو اس جي. مهمه عم تصبح اصعب واصعب على فريق اليو اس جي، وكل الكريدت تعطى لدفاعات الاشرفيه يلي استطاعوا انه يفوزوا بالمباراه بالشوط الاول، قدروا يحسموا المباراه بالشوط الاول بعد ما كانوا تقدموا 4-0، وقدروا يبقوا على النتيجه ذاتها مع نهايه المباراه لحتت هلا. علي ظاهر عم يطالب بالخطا، يعني هلا حيلا لاعب ممكن يسقط على ارض الملعب، ممكن يمثل على الحكم ليستدرجه ليصوفر له خطا ويستفيد من بنالتي. الفريقين عندهم 5 أخطاء، الفريقين بفاول ترابل. قاسم عز الدين انفراد لرميتي، كمان الخامس 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 للاشرفيه، الهدف الخامس، 5-0 للأشرفية مع جول الهدف الثاني لحسن رميتي. يعني ليكو جمهور، هيدا اكيد جمهور يو اس جي، هيدا مبين جمهور يو اس جي منه عم يحتفل، اليأس على وجهه. وكمان بنرجع للمباراة، جاد عبد الله عم بحاول كمان تسديده ومقطوعه، وقلت لكم اليوم اليو اس جي صعب يسجل على الأشرفية بهيك دفاع ومع هيك حارس. هلا رح نكون على خطأ، أدري نادر وزملائه رح يردوا علينا. جاد عبد الله لتاني ميل، توني سليم لعند علي ظاهر بوسط المنطقة، قاسم عز الدين وانطلاقة، واللاعبي اليو اس جي عم بيطالبوا بالأخطاء والأخطاء المتتالية. دقيقتين على انتهاء المباراة، فينا نقول مباراة انحسمت، يعني دقيقتين يعني بدنا هدفين ونص بكل دقيقة تقريبا. الأمر يلي شبه مستحيل بظل هالكاونتر أتاكس. كمان كونتر أتاك مرة جديدة وروجرينيو، ليكو روجرينيو، ليكو روجرينيو شو عم يعمل؟ التغطية والأداء والإيادة وصناعة الألعاب كل هول مع روجرينيو. كمان أوت لليو اس جي يلي اليوم عم يتلقى ضربة وضربة موجعة جدا، 5-0 على أرضه، 5-0 لهلا. كمان علي بسدد من مطرح بعيد، والتايم اوت لكوتش طارق رزق، التايم اوت الاول لطارق بهيدي المباراه والاخير طبعا بطبيعه الحال. وعلي ظاهر اليوم مش نهاره، اليوم نهار الاشرفيه مع كوتش طارق، مع جميع اللاعبين والنجوم والجمهور يلي عم بحمس الفريق بهالاثناء. حضور جماهيري لافت اليوم على ارض اليو اس جي بالمنصوريه، يعني اقبال جماهيري باكس اكس ال بطوله لبنان، ليكو الياس مش الحزن، الياس على وجوه فريق اليو اس جي.
يلي عم يتلقوا خيبة أمل كبيرة مع تلقيهم لخمس أهداف نظيفة. وليكوا بالمقابل الفخر والاحتفال والفرح عند فريق شباب الأشرفية اللي كان بدأ XXL بطولة لبنان لكرة الصالات بشكل بطيء ولكن عم بيعود. وهون يعني بعد ما انتهى كان التايم اوت، هلا زمر السكور بورد، رح يرجع الحكم يعيد الكرة. يعني كنا عم نقول انه شباب الأشرفية بدأ البطولة بشكل بطيء ولكن عم يرجع يتحسن أدائه بشكل سريع ويرجع يحصد النقاط. وكمان هون الطابة بتوصل لعد مين؟ مش لعد حدا. خلينا نذكر انه شباب الأشرفية بحال فازوا اليوم رح يحصدوا ثلاث نقط جداد. وكمان هون فرصة لليو اس جي، الهدف والحكم شو عم يطلب الحكم؟ الحكم عم يهدي مع نهاية المباراة طرد لجرجس بوانتون، ريد كارد لجرجس بوانتون يلي عم بيقول انه لمست بفخذي وليس بايدي. والحكم اهدى ضربه جزاء عن بعد 6 امتار لفريق اليو اس جي لما يطلع خالي الوفاض عليه انه يسجل هيدي البنالتي فقط، يعني لرد هدف رد الاعتبار. جاد عبد الله مقابل خليل عقيقي، جاد عبد الله هل راح يسجل ويسجل هدف بالمباراه؟ اندري نادر، اندري هو يلي عم يتقدم وهو عم يسجل ويعطي فريقه هدف رد الاعتبار. يعني اندري حتى ولو سجل وحتى ولو يعني استفاد من البنالتي، هون اصابه للحارس خليل عقيقي، اندري حتى ولو سجل بحتفل بالهدف بما انه الهدف ما راح ياثر على نتيجه المباراه. كنا عم نقول الاشرفيه عندهم 6 نقط، اذا زادوا اليوم وراح يزيدوا اليوم راح يصير معهم 9 نقط ويقتربوا من المركز السادس. هون الحارس الثاني الحارس حسين سلامي اللي هو ايضا حارس مرمى منتخب لبنان الكره الشاطئيه اللي كنا عم ننقلها على ال بي سي اي والال دي سي. طبعا نتمنى له السلامه حسين سلامه، نتمنى له السلامه حسين سلامه. عم يخرج بالاصابه ومتاثر طبعا بهالاصابه حسين سلامه. يعني عم بيخطونا المدربين بتبديل الحراس، عاده ما بنكون كثير مركزين على حراس المرمى، عم يتبدلوا وعم نعتبر انه الحراس الاساسيه هن بعدهم على ارض الملعب. عوده خليل عقيق الى ارض الملعب وعوده اللاعبين جميعا للقاء يلي اشرف على انتهائه. 5-1 نتيجه. اوسكي عم بحضر لالي بيطار يلي راح يلعب وان تاتش. اوسكي مره جديده ولكن التغطيه، اوسكي مره جديده كمان، جول 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 جول. يعني اوسكي مع الهاتريك ما عم بخلي ابدا فريق اس جي يتهنى ولو حتى بهدف. 6-1 نتيجة قاسية ونتيجة كثير كبيرة لفريق الأشرفية على فريق يو اس جي. 6-1 بيستهلوها فريق الأشرفية يلي اليوم أدوا أداء رائع وتركيز عالي على عكس اليو اس جي يلي بحاجة لهيك صفعة لحتى بالمباريات القادمة يرجعوا يقدموا تركيز أعلى. وكمان تسديدة وديفليكشن والطابة بتخرج كورنر. 46 ثانية على انتهاء اللقاء. كيف رح ينتهي السكور بعد ما بنعرف؟ كمان كونتر اتاك، جاد عبد الله عم يسرق الطابه بتوصل لعند كريم. اندري نادر، عبد الله مره جديده، عبد الله عم بحاول يمر واوسكي شغل دفاعي سحب الهاتريك. اوسكي عم يعمل شغل دفاعي، عليكم التعب نعم تعب على اوسكي لانه عم يركض شمال ويمين طلوع ونزول لحتى يسجل ويدافع. والجمهور الأشرفية عم بيودع فريق اليو اس جي. وهون خليل بيلعب الكاونتر لعد الي بيطار، منطلق الي ولكن سهله بايدين الحارس ستيفان راعي. اندري لجاد، جاد توني سليم، جاد عبد الله بده يسدد من مطرح بعيد، مقطوعه، روجرينيو طلق، روجرينيو طلق سريع، روجرينيو السابع والمباراه عم تنتهي لمصلحة فريق الأشرفية. 6-1 نعم 6-1 للأشرفية. وعلى مين؟ على جامعة القديس يوسف على أرضه بالمنصورية.
6-1. مبروك طبعا، بيستحق فريق الأشرفية هذه النتيجة، وهارد لك كبير لفريق الأجيال اللي اليوم ما كان مركز وما كان مركز أبدا. يعني 6 أهداف، 3 منهم لأوسكي، 2 لرميتي، وهدف وحيد لإبراهيم ديب، وطبعا هدف وحيد لأندري نادر بصفوف فريق الأجي. وهيك بيكون عم تنتهي المباراة، ومع توزيع جوائز لصغار فريق الأشرفية. إذن رح يعني بعد ما يحيوا اللاعبين لاعبي الأشرفية جمهورهم على أرض الملعب، خليل عقيقي حارس المرمى شغل كتير كبير، بيستحق طبعا الفوز لفريقه. إذن هيدي كانت المباراة. رح نجرب كمان نسرق بعض الانترفيوز مع ريان لحتى نشوف بعض ردات الفعل من الطرفين. رح ننتقل لنشوف روجيرينيو اللاعب البرازيلي، ما بعرف بأي لغة رح نحكي مع روجيرينيو. ننتقل لعند ريان. Rogerinho, we can say that you maybe you were the best player today in the game. You were able to lead your team to a big win at USG on their court. What would you like to say? No, I thank you for my partners here. It's very important the victory for us because we need to stay in the middle in the table for going the finals. Thank you, Rogerinho. يعني روجيرينيو كمان هون عم بيقول إنه كان الفوز ضروري لفريقه، وعمل كل شيء لحتى يعطي فريقه ترتيب بوسط الترتيب ويحافظوا على ترتيب متقدم. رح ننتقل بتاني ميل إلى خيبة الأمل مع أندري نادر. يعني كمان رح أكون بمقابلة مع أندري نادر لاعب فريق اليو اس جي. أندري، يعني يمكن أكثر المتفائلين ما كانوا متوقعين إنه الأشرفية قدروا يربحوا على أرضكم بهالنتيجة الكبيرة، يعني قدرتوا تحطوا جول بآخر ثواني المباراة وإجا عن طريق بينالتي. شو اللي صار معكم؟ كوتش مارون قالنا إنه قلت كان عم بيصير قلة تركيز، أنت كيف تلخص هالجيم؟ 100%. يعني أول شيء مبروك للأشرفية، ثاني شيء نحن أول شوط كبينا الجيم، يعني 4-0 من أغلاط ولا أبيخ من هيك. ما كنا عم نقدر نعمل شيء على الهجوم، كانوا هن عم يلعبوا ورا، عم يقطشوا طبيعي، عم يطلعوا كونتر أتاك، طلعونا 4 جوال. ثاني شوط جربنا نعوض، ما قدرنا نعوض، ما كان في حلول مثل ما شفتي، ما كان في، كل شوطة عم نشوطها من بعيد ما عم نقدر نخرق. يعني حطوا فينا 5 جول، جبنا جول، رجعوا حطوا فينا جول كونتر أتاك، ما كنا أملك. أول شوط هو اللي فرق الجيم. Thank you, Andre. Hard luck. عم نشوف ايضا توزيع جوائز لبعض الناشئين بصفوف او بنادي فريق الاشرفيه، او حتى كانوا مشاركين باحدى المسابقات. توزيع ايضا اذا الجوائز على ارض الميدان من قبل فريق شباب الاشرفيه، طبعا الجيل الصاعد يلي ممكن يكون هو عم بشكل المستقبل لهيدي اللعبه. تيشيرتس للاعبين. اذا رح ننتقل لعند كوتش مارون ونساله يمكن سؤال الاهم، هو غياب الباور بلاي. مارون، يعني مثل ما المشاهدين عم بيسالوا، زميلي الياس عم بيسال، وانا رح اسال ليش ما لعب باور بلاي؟ كان العالم متوقعين يعني على 4-0، ولاحظنا انه ثاني هاف ما اجى في جول الا تقريبا لدقائقه الاخيره. اول شيء نحن كان بدنا 3 نقاط مثل ما قلت لك اول مباراه تنسكر القلية تبعولنا يكون ممتاز، ما كنا عملنا ولا فاول. هن الجماعه بدهم 3 نقاط كرمال يقربوا اكثر على المراكز اللي هن لازم يكونوا فيها. سو هن محمسين اكثر منا، ونحن يعني شفتي كبينا المباراه بالشوط الاول، يعني 4-0 وطبيت لنا وعم نضيع، ثاني هاف تسكروا هن، متوقع يعني. ملعبنا باور بلاير لانه انا ماني محضر للباور بلاير، مثل ما بتعرف الموسم طويل ونحن درجه يعني. اليوم ربحونا الأشرفية 6-1 بأرضنا، امبارح ربحونا بنك بيروت كمان نتيجة كبيرة، في عالم ربحناهم، نحن رح نحضر اللي ربحناهم بطريقة لربحونا كمان نرد لهم إياها، وباور بلاير هي واحدة من الحلول تبعولنا. يعني أنتم كنتوا خسرتوا أول شيء ضد الميادين وضد بنك أوف بيروت والجيش اللي هن أعلى منكم، هن التوب 3 فينا نقول، قد إيه هلا هالخسارة قدام فريق الأشرفية رح هيك تعطيكم درس يمكن لمرحلة الرتور يلي بتبلش قريبا؟ هو فريق الأشرفية المفروض يكون من الفرق الطليعة يعني بالإمكانيات اللي عنده إياها والميزانية اللي حاططها واللاعبين اللي عنده اياها، يعني ما توفقوا، ثلاثهم كانت مش كثير منيحه، نحن توفقنا، هلا بعدنا نحن 15 نقطه، هن ورانا 9 نقط اذا ماني غلطان، وفي الاي يو اس تي، يعني اذا بدك اخذين الافونتاج بالرتور نحن ما في مشكله، بس خساره ثقيله اليوم بس بتصير. ثانك يو كوتش، هارد لك. اذا هذا كان رايه لكوتش مارون خوري، بنقول له هارد لك. طبعا 6-1 مبروك كثير كبير لفريق الاشرفيه بعد هالفوز الرائع على جامعه القديس يوسف على ارضهم بالمنصوريه. خلينا نقول اهم من هذه المباراه هن المباريات يلي جايين. نهار السبت ممكن نكون بمباراه مهمه بين الجيش و
الميادين صاحب المركز الثاني والثالث مع أولى مباريات الرتور. إنما المرحلة مرحلة الذهاب بعد ما انتهت نهار الثلاثة رح يكون هناك كلاسيكو XXL بطولة لبنان لكرة الصالات. فريق بنك بيروت حامل اللقب رح يكون مع منافسه وغريمه فريق الميادين صاحب المركز الثاني الموسم الماضي وصيف البطل. إذن نهار الثلاثة الساعة 4 مباشرة على الـ LBCI والـ LDC ما بعد نهار السبت. إذن هيك بنكون انتهى لقائنا لليوم معكم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذه المباراة الرائعة. من هلأ لنهار الثلاثة إلى اللقاء.